لازم بالتأكيد نتكلم عن فريقنا اللي بيواصل استعداداته في خماسي استعدادا لمباراة دريمز يوم الحد. كل الفرقة مركزة انه يرجع نادي الزمالك، يرجع من خماسي بتذكرة النهائي. ولكن عايز قبل ما اروح لاستعدادات فريقنا اتكلم عن اهم نقطة، وهي خاصة بجمهور نادي الزمالك. كان في صور النهارده انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام عن سفرهم لكوماسي لمساندة الفريق، ولو الصور موجودة يا ريت نعرضها دلوقتي. ده مش غريب على جماهير الزمالك اللي بتساند فريقها في أي وقت وفي أي ظرف وفي أي مكان في الدنيا. عايز أقول لحضراتكم إن الجماهير دي اللي قدام حضراتكم على الشاشة دي أصرت على السفر رغم إنهم ملقوش طيران مباشر، وبالتالي حجزوا رحلة طيران بأسعار مضاعفة تقريبا. أسعار مضاعفة، كل واحد في الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي من جيبه الخاص طلع ودفع تمن تذكرة طيران عشان يتمسكوا بالسفر ومساندة الفريق في أصعب وقت وأصعب مباراة في السيزن. جماهير الزمالك هي دايما المثل في الانتماء والدعم والمساندة. وقبل ماتش القمة الأخير كان موقف الفريق في الدوري مش أحسن حاجة، ورغم كده مساندة كبيرة جدا. تذاكر الماتش بتخلص بمجرد نزولها على موقع تذكرتي في أقل من 5 دقايق. مساندة جمهور نادي الزمالك ولا مرتبطة بانتصار ولا ببطولة ولا بأي حاجة. الجماهير دي دايما في الميعاد، وما كدبش اللي قال عليهم انهم رقم واحد. بره بنشوف يقولك الجمهور ده اللاعب رقم 12، يعني زيه زي 11 لعيب. لا، الجمهور ده اهم من الجول كيبر. عارف الجول كيبر اللي ما ينفعش المباراه تتلعب ما بقاش في حارس مرمى واقف اللي هو بيبقى رقم واحد؟ لا، الجمهور ده واللي بالنوعيه اللي في الصوره اللي وريتها لحضراتكم دي هو اهم حاجه. تذاكر السفر لغانا لكوماسي غالية جدا 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 جدا. سافروا النهارده، هيقعدوا النهارده، وصلوا الصبح تقريبا النهارده وبكره وبعده، وبعد كده هيرجعوا يومها بالليل. إقامة، تنقلات، طيران، وأيضا كان في ترحال آخر من السعودية. والحلو في الموضوع ان احنا زي ما قلنا وهنقول، يمكن كان في لقطه النهارده لجماهير من غانا دخلت المدرجات وبتشجع فريق الزمالك، بيقولوا زمالك زمالك. فالجمهور اللي رايح هو مش رايح لدريمز الغاني، فريق بلا جمهور. ولكن متوقع ان الاعداد في الاستاد تبقى كامله؟ اه. ليه؟ عشان نادي الزمالك. دي شعبيه نادي الزمالك. بنلعب فريق بلا جمهور او بلا جمهور منتمي للفريق. الجمهور الموجود هيبقى الجمهور الغاني المحب للكرة والمحب لنادي الزمالك. فالتشجيع وصوت الجماهير حتى لو اعداد قليلة، لو 50 واحد، هيفرق، وهيبقى مسموع للعيبة في الملعب وهيسمعوه كويس جدا، وهيحسوا ان هم مش لوحدهم حتى وهم في كوماسي. بشكر الجماهير اللي سافرت، بشكر كل واحد سافر، كل واحد من اللي كانوا في الصورة، كل واحد من الناس اللي سافرت ومشوفناش صورهم. بشكرهم، انتوا على دماغنا، وبمساندتكم نادي الزمالك هيقدر يكسب ويعدي المحنة دي، وان شاء الله نتوج ببطولة الكونفدرالية السنة دي. وترجعوا يا رب يا رب، كل الناس اللي تسمعني دلوقتي تدعي لهم ترجعوا كده مجبورين الخاطر ومبسوطين وفرحانين وجايين انتوا واللعيبة. ان شاء الله يا رب تبقوا مبسوطين ونحتفل كلنا ان شاء الله يوم الاحد.